مساء الخير عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الحويجه اللي هي جديده وماشي في الدايت ديالنا، ولا في العاده ديالنا، ولا في الماكله ديالنا، ولا في الطبخ المغربي. ولكن هذا ما تيعنيش بان ما خصناش نجربوها وما نعطيش فرصه لراسنا باش نجربوا شي حاجه اللي هي جديده علينا. الو، غادي نجرب معكم هاد المالانجا او التاروت روت. هو تيكون روت وتيجي هذا واحد الجدر لا بغيتو تقولوا، اللي هو بحال بطاطا، تيجي بحال بطاطا. تيمكن لكم ديروه بيوري، كيف يمكن لكم تسلايسيه ويجي مع الصيد ديال الحوت، ولا مع المك، ولا الحل، ولا الدجاج، ولا مع الحوت الاحمر، اي من اللحم الاحمر. المهم تيجي مع كل شيء. هذه واحد الخضره اوفا على بغيتو تقولوا عرق، عرق تيجي من افريقيا او لا من اسيا او لا حتى استراليا. المهم هذا عامر، يعني فيه بزاف ديال لي فيتامين، بالاخص بالفيتامين بي 6 اللي هو بي وبي 6، وبالمغنيسيوم وبالبوتاسيوم وبفيتامين سي حتى هويا. يعني مهم ومهم بزاف للدايت ديالنا، في العاده ديالنا، في الاكل ديالنا. وهذا تيرون بلاسي بطاطا، بطاطا المسوسه اللي تنديروا منها، بطاطا المقليه، بطاطا اللي كبرنا بها. حاولوا تكونسوميو هذه الخضره. انا حاولت غير نقشر شي شويه باش تعرفوا كيفاش عامل وهالقشره ديالو. المهم انا غادي نصوبه ونرجع معكم. دونك بعد ما درت الملانجا ديالي تسلق، باش غادي نديرها، باش غادي نصوبها في الاخر، غادي ندوز البلا الثاني اللي هادشي غير الاسبوع ما صبت ما كاين ما يتكال، يعني تقادت كل شيء واخر السيمانه. الوغ لقيت غير شويه ديال الخضره في الفريكو وشويه ديال لي كروفيت، وغادي نقضي بهم، غادي نديرهم بانه واحد ستور ستور كروفيت بأما فاسون بداك الشيء اللي عندي. الو غادي نستغل شويه ديال الخضره مخلطه وشويه ديال الكروفيت والبصله، اي بصله بقات عندكم. يعني انا استعملت البصله الطويله، وغادي نستعمل من طبيعة الحال الثومة والكركمة اللي تنحتكم عليها دائما، وسكنجبير اللي تنصوبو دائما. وغادي غادي نستعمل الاويستر صوص اللي هي لي زويتر. لي زويتر هما وغادي نستعنو بالملحة والبزار، كافيين لهاد الغوسيط هادي. وحنا معكم لهاد الغوسيط هادي غادي نستعن بهاد الواك، هاد تنقولوا له الواك، هذا باش غادي نسوطي الخضره ديالي. الوغ الاخوان، هاد مالانكا هادي ولا تارو روت راه تيطيب غير في 3 دقائق 4 دقائق، ردوا بالكم ما طيبوهاش اكثر من اللازم، فهمتوني؟ فوالا تفوا عليها. هنا درنا الزيت ديالنا، غادي نصوطي هادشي هذا بالزيت البلديه. غادي نحطو الكارليك ديالنا مع الكركمة اللي هي الزعفران ديال فريش، وغادي ندير شويه ديال سكنجبير. الوغ نصوطيو هادشي هذا. فوالا، حاولوا ما تحرقوش الثومه بزاف، ماشي مزيانه، حرقوها وانا معكم. غادي نضيفوا البصله ديالنا. في هاد الاثناء تنزيد الكروفيت ديالي بعد ما تتسوط علي البصله. الو، وهنا في هاد الاثناء هنا فين تنملح وكنبزر، كما عارفيني دايما تنستعمل هاد البينك سولت هادي ديال الهيمالايا. شويش تبزار كراش، من الاحسن تكون فريش عاد باش
الاناناس. كان بامكاني نستعمل سباتولا، ولكن بغيت نستعمل غير هاد الواك، راه مهم تيعاون الناس في الطبخ دغيا، لان تيحمى كله. هو خصكم تبقاو تقلبوا، سينو راه تيتحرك بزاف. بعد ما حيدنا الكروفي ديالنا، ها هو يا طاب، غادي نسوطيو الخضره حتى هي. فوالا، مهم تبقاو تقلبوا. فوالا، غادي نزيدو عليها حتى هي الملحه ديالها. فوالا، والبزار ديالها. انا تنحاول نسهل الماموريه على الموظفين، على الشباب العزراء اللي حتى هما يعني تتاكلوا حاجه صحيه، وتتاكلوا الخضره، يعني معليش خويتات ما زبقات، معليش، وحنا معكم. بعد ما تسوطات لينا الخضره ديالنا وطابت، تنزيدوا لي كروفيت ديالنا، تردوهم هنايا باش كلشي يتميلونجا. الوغ في هاد الاثناء شنو تنعمل انا؟ تنزيد الصويا صوص ديالي، وتنزيد الاويستر صوص ديالي. فوالا الاخوان، ماكله صحيه حد 2 مينوت 3 مينوت. تحركوا بين ما كلشي العناصر كلها اندمجت. ورجعوا معكم. الوغ الملانقة ديالي هيا بديت نطحن فيها، تيمكن لكم غير تمعسوها الا ما كاينش هاد سميتو هاد الروبو هذا. وغادي نزيد فيها واحد الفصيص ديال الثوم، غنزيدو حتى هويا، وغادي نزيد فيها شويه الربيع من بعد. بعد ما بليتينا، تنديكوريتيو غير بشويه ديال القزبر والمعدنوس، وبصحتكم وبراحتكم.